Guten Abend, liebe Zuschauer. طبعا سأكون أعزائي المشاهدين. معكم شادي في دروس تعلم اللغة الألمانية. في هذا الدرس أعزائي المشاهدين سوف أقرأ لكم أيام الأسبوع كيفية نطق ونشرح بعض الحالات التي يمكن استخدام أيام الأسبوع في الحياة اليومية. قبل أن نبدأ بالدرس أعزائي المشاهدين لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة واللايكات وشغلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل شيء جديد، واكتبوا لنا في التعليقات إذا في عندكم أسئلة، إذا ما في أسئلة اكتبوا لنا سؤال وزينة. أيام الأسبوع في اللغة الألمانية أعزائي المشاهدين دي بوخن تاجي. دي بوخن تاجي أي أيام الأسبوع. دي بوخي، دي بوخي يعني الأسبوع، دي بوخي الأسبوع. دي تاجي، دي تاجي يعني الأيام. إذا بدنا مثلا دائما لازم يكون معك المفك وشنطة العدة دائما لتعليم اللغة، مشان المبتدئين دائما لازم تفكوا اللغة، الكلمات دائما تفرمطوها لكلمات مشان تعرفوا من شو بيتكون الكلمة. هون مثلا ووخن تاجي، تاجي يعني أيام، ووخي أسبوع، ووخن تاجي يعني أيام الأسبوع. هون الإن يعني هذا الشيء عائد أيام الأسبوع، أنت عم تحكي عن أيام الأسبوع، شيء عائد للأسبوع، لهيك ووخن تاجي. هلأ بدنا نقرأ لكم أيام الأسبوع أعزائي المشاهدين. مونتاج، مونتاج الاثنين، مونتاج، مونتاج. دينستاج، دينستاج، دينستاج الثلاثاء، دينستاج الثلاثاء. ميتوخ، ميتوخ الأربعاء، ميتوخ، ميتوخ الأربعاء. دوناستاك، دوناستاك الخميس، دوناستاك الخميس. فغايتاك، فغايتاك الجمعة، فغايتاك الجمعة. زامستاك السبت، زامستاك السبت. زونتاك الأحد، زونتاك الأحد. في هون كلمة تانية، مثلا العطلة أو اليومين اللي بنهاية الأسبوع مثلا باللغة الألمانية تسمى داس ووخن إندي. داس ووخن إندي يعني عطلة نهاية الأسبوع، السبت والأحد ووخن إندي، داس ووخن إندي. في هون مع أيام الأسبوع، أيام الأسبوع كلها بتجي السبع أيام بتجي مذكرة، معها بنستخدم دير. إذا بدك تقول مثلا دير مونتاك، دير دينستاك، دير ميتوخ، دير دوناستاك، دير فغايتاك، دير زامستاك، دير زونتاك. في هون ملاحظة أعزائي المشاهدين، دوناستاك، دوناستاك شوفوا هون الـ ي والإر بنلفظها مثل الآ، مثل الآ بنلفظها، بنقول دوناستاك، دوناستاك. إذن دوناستاك. هلا في هون نجي للحالة الثانية، الحالة الثانية لما بتقول مثلا في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء، يعني في باللغة الألمانية ام، ام مونتاك، ام مونتاك، ام دينستاك، ام ميتوخ، ام دوناستاك، ام فرايتاك، ام زامستاك، ام زونتاك، ام ووخن إندي في العطلة. إذا نعيد لكم كمان، أم مونتاك في الاثنين، أم ديناستاك في الثلاثاء، أم ميتوخ في الأربعاء، أم دوناستاك في الخميس، أم فرايتاك في الجمعة، أم زامستاك في السبت، أم زونتاك في الأحد، أم ووخن إندي في العطلة، عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد. هون في حالة ثانية، إذا بدك تقول عندنا مثلا باللغة العربية أو بجميع اللغات مثلا في كل يوم، كل يوم أحد، كل يوم سبت، كل سبت، كل أحد، كل سنين، كل ثلاث، باللغة الألمانية شلون بدنا نقول؟ في هون حالتين، هلا بدنا نشرح لكم الحالتين. يدن مونتاك كل يوم اثنين، يدن دينستاك كل يوم ثلاثاء، يدن ميتوخ كل يوم أربعاء، يدن دوناستاك كل يوم خميس، يدن فرايتاك كل يوم جمعة، يدن زانستاك كل يوم سبت، يدن زونتاك كل يوم أحد، يدن ووخن إندي
كل عطلة نهاية أسبوع يد الوقت إني في الحالة الثانية. الحالة الثانية بدك شو بدك تعمل؟ بدك تضيف لهون اس مثلا، وبدك تمسح الحرف هذا، مثلا تمسح الحرف هذا وتكتبه حرف صغير. وهون كمان نفس الشيء، كل الحروف الهاي تكتبها حرف صغير. وهون بدك طبعا هاي بدنا نحذفها اذا مثلا الحالة الثانية، مثلا هيك فينا نعمل هاي يدن بدنا نحذفها مثلا ونبلش بحرف صغير. مثلا مونز تاكس دين دينز تاكس ميت فوخس دوناس تاكس فغاي تاكس زامس تاكس زون تاكس ووخن اندز. إذن هيك نحن حطينا ال يعني إذا بدك تقول كل يوم سبت كل يوم هيك تستعمل هالحالات. هلا بنجيب لكم أمثلة. أم مونتاك جي إيش تسو أربايت. أم مونتاك جي إيش تسو أربايت. يعني في يوم الاثنين أنا أذهب إلى العمل أربايت. يدن ووخن إندي جي إيش إنس كينو. يدن ووخن إندي جي إيش إنس كينو. في كل عطلة نهاية الأسبوع أنا أذهب إلى السينما كينو. هون مثال على هذا مونز تاكس. هلا مثلا فغاي تاكس جي إيش تسو ماينن فرويند. فغاي تاكس جي إيش تسو ماينن فرويند. هون ليش كتبنا؟ قلنا إنه إذا بتضيف الإس كل مثلا جمعة بتكتبها حرف صغير، بس هون كونه فغاي تاكس ببداية الجملة لهيك كتبنا حرف كبير، أما هو بالأساس لازم ينكتب حرف صغير. إذا مثلا بنص الجملة أو هيك بدك تقول كل يوم جمعة بدك تكتبه حرف صغير. إذا فرايتاكس جي إيش تسو ماينن فويندن. إذا هيك أعزائي المشاهدين شرحنا لكم حالات أيام الأسبوع والحالات اللي بنستعملها أيام الأسبوع في الحياة اليومية. في هون كلمة تانية مثلا أيام الأسبوع، مثلا الأيام العمل الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة تسمى دي فيرك تاكي. دي فيرك تاكي يعني أيام العمل في الأسبوع تسمى دي فيرك تاكي باللغة الألمانية. هيك بيكون أعزائي المشاهدين شرحنا لكم جميع الحالات والنطق أيام الأسبوع. أتمنى استفدتوا من الدرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وتشغيل جرس الإشعارات والتعليقات والسوالف الزينة. دانكي أوفي دا زين.